سفيان طلال الطريقه اللي بغى يارمي بها لو بالون وخلى البرقادي يخمم بانه لو تير جايو كيلوبي بطريقه جيده طريقه ديال اللاعبين الكبار، ونظن بانه تفاعلت بشكل كبير مع هذا الهدف ونتمنى نشوفه بحالهم في البطوله المغربيه. بالاعاده نتابع الهدف الثالث لفريق المغرب الفاسي. الشكل باش بغى يارمي البالون والشكل باش وحل البرقادي بانه غيتيري وفي الاخير لوبا للغارديان. هدف كان فيه الذكاء حاضر. الذكاء حاضر وغادي يخلي سكيتي واخا عنده ورقة صفراء غادي يخليه يكمل المخبط. اذا 3-0 النتيجة ارتفعت لفائدة فريق المغرب الفاسي. كيف قلت تجربة عناصر الماس بالرغم من الغيابات العديدة، غيابات وازنة في صفوف المغرب الفاسي، منتصر ب 3-0 ووداد فاس والاخر هناك غيابات، لكن وداد فاس حاول انه يجاري ايقاع المباراه. جبت لك على التاريخ ديال لي تاكتيك، ولكن كنلعبوا في 1980 ب 4-3-3، جات موراها 4-4-2 باش تغلب 4-3-3، مور 4-4-2 جات 4-5-1.